شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط والذي انعقد في مدينة وارسو بجمهورية بولندا، وذلك بحضور معالي السيد مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أشاد معالي السيد مايك بنس بالجهود الملموسة التي تقوم بها مملكة البحرين في مواجهة إرهاب إيران، ولا سيما ما يخص تهديداتها الخطيرة للملاحة الدولية. من جانبه عرب معالي وزير الخارجية عن شكره وتقديره للولايات المتحدة الأمريكية على مبادرتها الطيبة بانعقاد هذا المؤتمر الذي يعكس الدور الاستراتيجي المحوري الذي تقوم بها وحرصها المستمر على التعاون مع حلفائها في المنطقة لأجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والتوصل لحلول دائمة لما يواجهه من أزمات ومشكلات. وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر تأتي انطلاقا من حرصها الثابت على تعزيز العمل الدولي المشترك على مختلف الأصعدة ودعم كافة المساعي والجهود الرامية لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، مشددا معاليه على ضرورة مواصلة هذه الجهود للتوصل لحلول سلمية لقضايا المنطقة بما يكفل الحفاظ على سيادة دولها ومنع كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها والقضاء على كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب فيها. والله مشاركة مهمة لمملكة البحرين، هذا مؤتمر دولي مهم، وكما تفضلت هذه مرحلة جديدة لأن المنطقة دائما مرت في اجتماعات مهمة. أنا أقدر أرجع إلى اجتماع مدريد، اجتماعات كثيرة مرت فيها المنطقة ونتجت عنها آليات للمنطقة. الآن التحديات التي نظر إليها في مدريد كان مسألة الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي. الآن هناك تحديات أخرى، هناك التحدي الإيراني وهو التحدي الأكبر الآن في المنطقة، لأنه يؤثر على بلدان، ليس فقط يؤثر على البلدان وسلامة الدول بل أيضا يضرب في المجتمعات واستقرار هذه المجتمعات. فلذلك هذه المسألة الآن يجب أن يكون هناك موقف عالمي جديد وآليات جديدة للتعامل معها. وإحنا حقيقة سمعنا من حلفائنا في الولايات المتحدة وأصدقائنا في بولندا اللي استضافوا هذا المؤتمر الهام، سمعنا مواقف فيها التزام، فيها وضوح بعد أيضا في الكلام، فهذا شيء طيب الحمد لله ونشكرهم عليه. والحقيقة الوضوح اللي أقول لك عنه التي نتج بين البارحة واليوم في المؤتمر هذا يجب أن لا نخسره. المؤتمر كان دعوة من الإدارة الأمريكية والشراكة مع الدول المضيفة، وهو لزيادة الاهتمام بقضايا الشرق الأوسط التي مضى عليها سنين طويلة وبدأت الآن تتجه باتجاه ربما الحلول، وبالتالي تبادل الآراء في هذه القضايا مهم. ما في شك أن الطريق الصحيح هو أن يكون تحت مظلة الأمم المتحدة. مملكة البحرين دولة شقيقة، الشعب البحريني شعب شقيق، هذا تاريخنا واحد وحاضرنا واحد مستقبلنا واحد، سياساتنا تتطابق تماما في كل المجالات ونحن مكملين لبعض. خلال هذا المؤتمر كان الموقف واحد فيما يتعلق بتوضيح الخطر الذي تشكله سياسات إيران على المنطقة وعلى العالم وأهمية التصدي لهذه السياسات العدوانية.